نايف، أنت قبل البرنامج كنت موظف؟ نعم كنت متوظف. وتركت الوظيفة؟ نعم. يعني خلينا أقول نايف قبل البرنامج كان موظف وطالب جامعي، الثنتين مع بعض، وتركت الوظيفة والجامعة لأجل البرنامج، لأجل عشان تكون مشهور. بعلمك، الوظيفة تركتها عشان البرنامج، هذا شيء منتهي منه. الجامعة أجلت ترم كامل، إن شاء الله أني أكملها. إن شاء الله. اهتم دراستك. سم؟ اهتم دراستك أقول. هذا اللي أنا بسوي. بالنسبة للوظيفة فأنا والله سعيد فيها، وكانت هي أملي مع الجامعة. يعني الوظيفة اللي وعدك فيها الرجال، رجعنا الوظيفة الأولى ولا قصدك الوظيفة الثانية؟ لا الوظيفة الثانية اللي أنا فيها. قدمت استقالة علشان البرنامج؟ نعم. مخاطرة يا نايف، ولا تشوف نفسك أنك نجم جماهيري بعد البرنامج وحتكون من مشاهير في السوشيال ميديا؟ أبعلك. أو شاعر أو إعلامي، إيش اللي تختار أنت؟ إن شاء الله كلها، شاعر وإعلامي ونجم جماهيري. إعلامي بس تخصصك مو بإعلامي، تخصصك رياضيات. أنا لازلت ليومك هذا. إعلامي ليش؟ ليش ما قلت أنا شاعر؟ لازلت ليومك هذا. أنا ترى حاولت إني أغير تخصصي للإعلام أو أي تخصص ثاني. بالعكس، تخصص الرياضيات مرة جميل، بس مو هذا محورنا. أنا أقصد إنه أنت تقدر تقول أنا شاعر، خلاص تكتفي بالكلمة هذه، أفضل من أنك تقول أنا شاعر إعلامي مشهور، نجم جماهيري، المركز الأول في البرنامج، عدة مناصب، من حق أي شخص يطمح. بس خذ لك مثل ما يقولوا مسار محدد يكون لك يا نايف. إيش رأيك؟ لازلت أشوف أني إعلامي وشاعر ونجم جماهيري. يعني باقي تشوف نفسك إعلامي؟ نعم. الإعلام ما هو بس يحتاج شهادة. لا. أنا دخولي الحين. أنا وجهة نظري. أنا يا أبو كاتب أنه الإعلامي لابد يكون تخصص ودراسته في الإعلام. مو بكل شخص طلع برنامج واقع لمدة 3 شهور قال أنا إعلامي. وإذا تبغى تقول نفسك إعلامي أنت وتسمي نفسك إعلامي الحين، هذه الشاشة قدامك، قل لي إيش الأرشيف اللي عندك في الإعلام. تفضل. إني واجهت أبو كاتب. اوكي، تبغى المقطع ينقص وينقال لك انك قصفت جبهة ابو كاتم وانا رديت على ابو كاتم بالرد هذا. انا اتكلم معك انت بواقع. انت الان لا تفهمني صح. ما لها دخل انك واجهت ابو كاتم. ابو كاتم مجرد فقره ومقدم. ولا اصنف نفسي اعلاميا، لانه الاعلام انا في وجهة نظري لابد يكون شخص متخصص ودارس الاعلام. انت قلت انا اطمح اني اصير اعلامي. لا، انت قلت قبل شيء انا اعلامي. لا، انت قلت تطمح لايش؟ انك تصير نجم جماهيري، اعلامي، شاعر. اي، أعطيتك المسمى. أوكي، تطمح قل لي أطمح أكون إعلامي. نعم أطمح. بس أنت قلت أنا إعلامي، فلما تقول لي أنا إعلامي فمعناه أنه هنا لازم تعطيني الأرشيف تبعك في الإعلام. إيش البرامج اللي شاركت فيها؟ إيش الدراسة اللي درستها؟ إيش التخصص؟ إيش المقالات اللي كتبتها؟ الروايات، الكتب اللي ألفتها، صح ولا لا؟ صحيح. ولكن أنت ممكن تطلع بعد البرنامج يكون لك ديوان في الشعر بإذن الله، يكون كاتب بعد ما شاء الله في الشعر. ونوعدك كلنا ندعمك طال عمرك في معرض الكتاب وناخذ من شعرك طال عمرك ونقرأ. الله يرفع قدرك. بس الإعلامي هذا بعيدا عنها شوي، صح ولا لا؟ تحس انك استعجلت في الإجابة؟ ما هو بعيد، يمكن عقب البرنامج يصير إعلامي. وجهة نظرك ونحترمها. طيب، نطلع من المحاور هذه وندخل في المحاور الثانية طال عمرك اللي تخص البرنامج. بخصوص الوظيفة.